الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، أحلى من العسل، أحلى من العسل. قل لي عن أي مرض وقل لي عن أي مشكلة عندك، والله يفرجها لك الله عز وجل بمجرد أن تدخل في رحمته. علمها رجل أصيب لكن ليس كمرضانا، أصيب إصابة، أصيب في مقتل. إصابته ليست نفسية فقط، وليست عضوية فقط، وليست والله اقتصادية فقط. تعال وخذ هذا الرجل يحكيه لك رب العالمين في كتابه العظيم. رجل كان في بيته 14 ولد يطوفون حوله، لبيك يا أبي يا أبي، لبيك، آمر، سم، والناس كلهم يعني يحترمونه. إذا دخل إذ بالأولاد يفرشون له الفرش ويقدمون له، وهذا عن يمينه وهذا عن يساره. فجأة إذ بالقلب يكسر، مات ابنك. فتقطع قلبه، كيف لا وقد قطع من ذاك القلب قطعة. ثم فجأة ما انتهى العزاء إلا يموت الثاني الثالث. انظروا إلى الصدمات، 14 ولد يموتون. ثم بعدها المال اللي عنده كان يصرف على نفسه وعلى زوجته، وكان على الأقل يأكل ويتحمل هذه الصدمات ويرجو الله عز وجل. فجأة إذ بحالته الاقتصادية والمادية تنتهي تماما. ثم لما انتهى الأمر بدأ البلاء. والله ما عمري رأيت تقرير في حياتي طبي مثل حالة أيوب عليه السلام. وقع مقعد، صار لا يستطيع أن يحرك نفسه ولا أن ينظف نفسه ولا أن يطعم نفسه. ثم فجأة يبدأ الجلد يتساقط، إذا حرك تساقط جلده. ثم مسه من الألم ما لا يكتبه الكتاب، ولو ألف أهل علم النفس مجلدات لن يصفوا حالة أيوب النفسية، فضلا عن حالته الاقتصادية أو المرضية. ثم فجأة تذهب زوجته حتى تشتغل عند الناس حتى تطعمه لقمة عيش، وإذ برب العالمين يذكر لك الكلمات التي تحرك بها لسانه. وأيوب مكسور، وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر. ما نستطيع أن نحس فيها لين نفقد أحد أولادنا، ثم نحس لو فقدنا 14. لو رأينا غرف الأطفال فاضية بنحس إيش معنى مسني الضر. مسني الضر وأنت، أنت من؟ وأنت أرحم الراحمين. لكن من الذي يستطيع أن يطبطب تلك الجراح؟ من الذي يستطيع أن يعالج تلك النفسية؟ وإذ بك تفاجأ في الآية الثانية، بل أول حرف ليس أول كلمة، الفاء، فاء الفورية. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سبحانك يا رب، بدون تقارير وبدون أي تحاليل بدون أي شيء. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهل ومثلهم معهم. امتلأ البيت مرة ثانية ورجعت الأمور. كل هذه يا رب من وين جت؟ رحمة من عندنا. ايش قال بعدها؟ رحمة من عندنا وذكرى لمن يا ربي؟ وذكرى للعابدين. ايش دخل يا رب العبادة في الرحمة؟ اسمع الآية اللي بعدها. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإيش وصلهم الصبر؟ وأدخلناهم. وين أدخلتهم؟ وأدخلناهم في رحمتنا. يعني كل هؤلاء الأسماء اللي ذكرناهم، لو أي واحد عنده مشكلة قال يا ربي أرجو رحمتك، هو دخل في الرحمة فسيجاب. ماذا قال بعدها؟ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم يا ربي من إيش؟ إنهم من الصالحين. فأحبتي، هل عندنا إحساس بما معنى الرحمة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا.